هل أنا بحلم أم بحقيقة؟ هل أنا فعلا في فلسطين؟ الأرض اللي تربيت بحبها منذ الصغر، وتعلمنا أن القدس عاصمتها الأبدية، وها أنا اليوم أتمشى بين شعب صار فعلا أقرب الشعوب إلى قلبي. بعد مروري بمدينة الخليل وتعرفي على شعبها الطيب، أشد الرحال اليوم إلى شمال الضفة، خصيصا إلى مدينة نابلس واللي تلقب بدمشق الصغرى، ورح نتعرف أكثر على شعبها وتاريخها ومأكولاتها. ورح يرافقني في هالفيديو كل من يوسف، تسنيم وإيمان. انشر الفيديو عشان يشوف العالم جمال فلسطين. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ عساكم بخير وبصحة وسلامة. طلعت أنا قبل شيء من مدينة الخليل، مدينة الشهامة والضيافة والكرم، ما قصروا الشباب خاصة أخونا جهاد. الحين أنا منطلق إلى مدينة نابلس، نبغى نتعرف على نابلس. أنا نابلس سمعت فيها فقط من شو؟ يمكننا ناكل الكنافة في كل مكان يقولوا عنها النابلسية، بس وقتها عرفت أن الكنافة أصلها مدينة نابلس، هذا الشيء الوحيد اللي أنا أعرفه عنها. فالحين أنا أبغى أسير نابلس أتعرف عليها، معالمها، نعرفكم عليها أكثر، والمحليين اللي ساكنين هناك هم اللي بيعرفون عليها إن شاء الله. بيكون فيديو ممتع، تعالوا ويانا الحين بناخذ الباص على نابلس. طبعا جولتنا اليوم تبدا في مكتبة بلدية نابلس. yes. ما شاء الله، اخونا يوسف واختنا تسنيم. yes. Hello, people. نابلسيين ان شاء الله بيعرفونا عليها. مكتبة بلدية نابلس تأسس هذا القسم في هاي المكتبة في سنة 1960. قبل 1960 كان المبنى عبارة عن مبنى دار للبلدية. في قلب المدينة القديمة بنابلس تتربع أقدم منارة ثقافية في فلسطين، إنها مكتبة بلدية نابلس العامة. وفي سنة 1948 أصبحت ثقنة للجيش العراقي. كان موجود في حديقة المكتبة عقد مؤتمر بشأن إنه نابلس كانت رافضة تنضم للأردن. في سنة 1960 أصبحت مكتبة عامة في عهد أحمد السروري رئيس بلدية نابلس. طبعا الحين جايين قهوة. أنت جاي قبل تسنيم؟ جاي هني قبل؟ سوري، هاي الكوفي نو، ما اجيت عليها من قبل. يقول هاي قهوة قديمة يعني، فبنشوف يعني إذا نشوف كمان الكولتشر تبعتنا إنه هاي القهوة أكثر للشباب من إنها فيميلز، فعشان هيك ما حتشوف فيها فيميلز. أها أوكي، أها يوسف جاي هنا قبل؟ يس، جيت هون قبل. تمام، تحب هالقهوة هذه قديمة ولا؟ الجو هون كثير منيح، كثير حلو. مقهى شو هذا؟ مقهى للأدباء، للشعراء. أيوة. كانوا يعملوا حلقات للأدب، للشعر، للسياسة. كان كمان هيك سمعت إنه أم كلثوم إجت هون غنت هنا. أم كلثوم إجت وغنت أغنية اسمها يا بدر اختفي. خشب قدامك، ما كانش ما في تلفزيون ولا في شيء. أيوة. يعني هذا حكي من 70 سنة. من 70 سنة هذا. أيوة. إجت أم كلثوم غنت هون واسمها هان. هذا الحين المقهى مشهور جدا في نابلس يعني ولا؟ 1894 يعني 120 سنة 130 سنة تقريبا. هذا الكبير، هذا التذكرة؟ التذكرة. هذه؟ جميل. هذه يقول زمن الإنجليزيين القهوة هذه؟ يس. بس هي نفس الصور نفس الفانس، بس هم 1941 قبل يدخل اليهود على فلسطين هذه. قبل إسرائيل يعني. وحالها كحال أكثر المدن الفلسطينية، زرنا البلدة القديمة في نابلس، وهني كانت تختلف اختلافا تاما عن مدينة الخليل، حيث لا وجود لأي جندي محتل أو مستوطن في هذه المدينة. الحين داخلين البلدة القديمة في نابلس. طبعا انا زرت البلدة القديمة في القدس وبعدين في الخليل، بنشوف يعني اذا في تشابه. الحين لا ما يكون تشابه، بس هو تقريبا نفس الستايل. فيها اكثر من صبانة. صبانة هي المكان اللي صبانة اللي هي مكان اللي بيصنع فيه الصابون. ايوه نابلس مشهورة فيها، مشهورة بالحلويات. الكنافة، حلاوة وزلابية، تمرية،
وحلقوم كمان وحلقوم. شو كمان عمو؟ هي حلقوم عنده، حلقوم هذا الحلقوم. هو اللي بيع هذا الحلقوم، هو اللي بتصنعها انت. عمو اللي بتصنعها صح؟ هذا حلقوم لقم. لقم نابلسي. نابلسي هذا نابلسي. وهذا حالنا في فلسطين، حتى الباعة أهل كرم وضيافة. لا شو اسمها هاي؟ لا والله يا رجل وين رايح؟ خذ حقك انت فات المحل. حقنا خدناه. يسلمك ايديك. ثانك يو. هاي شو اسمها؟ تمرية. تمرية. في ديبيت عليها، في ناس تحكي تمرية وناس تحكي تمرية. تمرية هاي اللهجة النابلسية. I think it depends على انت ايش قصدك فيها. I think اسمها الاصلي هو تمرية. Because طمرية. طمرية اللي هي لأنها بتنطمر بالزيت لما تنقلق. I think that's the reason. ناس بتحب تحكي تمرية because هي حلوة مثل التمر. هذه التمرية طبعا. طيب الصراحة. طيب. شو هاي هاي حلاوة قرعية. هاي حلاوة قرعية مع زلابية. هاي بتكون من قرع، بتعرف القرع؟ القرعة بنقسمها ننظفها ونبشرها، بعدين ننقعها، بعد ما ننقعها بنطبخها. هذه حلاوة قرعية بتتاكل مع الزلابي اللي هي التوأم تبعها. ايوه هذه خاصة بنابلس؟ هاي مع هاي خاصة بنابلس، بس احنا بنعملها في نابلس دار عيلة التيتي. عيلة عايش كمان بيعملوها القرع. ما شاء الله. أما حلاوة الزلابي بس عيلة التيتي بفضل الله. كيف طعمها؟ حلا ولا بتر؟ ايوه يلا بنجربها يا جماعة. شكرا يا جماعة. يلا صحتين كل. يلا خذ. تفضلي. ثانك يو. صحة وعافية. تفضلي. أهلا وسهلا. سكر. يا حرام الشجر السوداء. قلت لك تروح على الجنب. الحين فهمت ليش ياكلوا بيه الخبز، يخفف شوية. وما ينفع نيجي فلسطين وما نجرب الأكل الفلسطيني. فشو غدانا اليوم؟ الحين طبعا جاي مطعم نجرب المسخن. اكلت انت صح ولا؟ يس امي بتعمله كثير. شو قصه المسخن؟ بيكون عباره عن خبز. خبز بنسميه خبز طابون. ومعه بصل، البصل معمول مع سماق. بتاكل مع دجاج وزيت زيتون. انا فاكر المسخن بالرز. So you got half a chicken, not just. But this is مسخن. هذا مسخن. يس. والله مو مثل ما توقعت. اوكي هذا هو المسخن. ايوه هذا خبز الطابون عليه بصل مع سمان. وزيت زيتون ودجاج. ريحته حلوه طبعا. شي صح؟ ناكلها كذا. ايوه بالضبط. طيب والله مثل ما قلت يعني في زيت كثير. بنعمل زيت قلل. ما هذا هو مقلل. يعني اذا بده يكون كثير بكون كله زيت. Like you would actually see the oil. هني ولا عندك في البيت احسن؟ تفضل ولا نفطر؟ ما بدي امي تحضر الفيديو وتزعل. لا لا بس لا صراحة نازك يعني. نفس الطعم. انت تحب الدجاج؟ هو بس بنعمل بالدجاج. ما بنعمل بلحم. اوكي انا طول عمري اسمع بالمسخن. يمكن تفكر يعني نوع من انواع الرز بالدجاج او شيء كذا. طلع شيء مختلف، شيء عمري ما شفته طبعا في لبنان وحركات. انا مريت بالبلدة القديمة في الخليل. الاختلاف ان البلدة نصها مسكر. مسكر. شوف. مسكر بسبب اليهود. نعم بسبب اليهود بعدين قسموه واخذوا اكثر الاراضي. اعطينا معلومة. اعطينا هذا كم الشجرة. اوه جميل. انا المعلومة تبعتي انه هو حلو كتير للتصوير بس للتصوير. وطبعا ما يصير نزور اي مدينة فلسطينية بدون اثار او قصص عن افعال المحتل الغاشم. شو كان عائلة كاملة توفت؟ عائلة كاملة توفت. ضل الطفل رضيع، صوته قعد 3 ايام الناس تسمع صوته. بس ما حدا قادر ينقذه. بالاخر توفى لانه كان منع تجول، اي حدا ينزل او على الشوارع كان يدخل. هم في العاده يقتحموا. 2002 صار يشتغل. 2007 يقتحموا يسووا اللي يبغونه ويطلعوا. في شهد كثير في البلده القديمه.
بنابلس مقسم اكثر من حاره، في عندك حاره الياسمين، ايوه حاره الياسمين، في حاره الاريون، حاره القصاريه، اكثر من حاره. اكثر من حاره قصدك البلده القديمه مقسم بالضبط اكثر من حاره. هاي اول حاره اللي هي تطلع عليها حارة الياسمينية. ياسمينية. كان لهم حمامهم الخاص، الحمام التركي فيهم موجود هيو. بعدين عندك كانت هاي كليات المناطق مسكرة بس لل يعني كيف جلالة الملك حسين، جلالة الملك حسن تاع المغرب موقع الخاص. هذا نفس الشيء كان موقع كلياته هذه لهم تابعينهم. القصور كانت معظمها عامرة. بشتيح 2002 كله دمرته الطيران الإسرائيلي. كلياته جواته مهدوم، دمر الطيران الإسرائيلي بشتيح 2000 ما حد خلاص. في بيوت في قلبه هلا حاليا بالوقت الحاضر عايشين في أهالي آلة وقان أساس يحاولوا يحافظوا على وما تبقى في الموقع كلياته. الحمامات اللي في نابلس. نعم. وهي بيسكلي بتفتح يومين للنساء ويوم وباقي الايام للشباب. أيوة. وبالعاده النساء او الفيميلز بيجوا عليه علشان عشان يدللوا حالهم، يعني عشان يدللوا حالهم وخصوصا قبل العرس. الشباب نفس الشيء برضه بيجوا قبل العرس مثلا. بيعتبروها زي حفله قبل العرس. وشغله حلوه بيعملوها انهم بيصيروا لك عشان ينظفوا بعض كثير كثير بيصيروا يضربوا بعض في الليفه. حلوه هالشغله. حلوه. انت جربتها يوسف قبل؟ لا ولا مره لسه ما تجوزتش، بس تجوز بظريفه. حلو 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 ما شاء الله. موجودين الحين في ساحه اسمها باب الساحه. جميله جدا، اوروبيه فخمه، فيها طبعا هالمناره التاريخيه. طبعا كل ما تيجي هنا منطقه مكان يعني تتعرف على تاريخها، والله شيء مبهر صراحه. نابلس طلعت مدينه قديمه 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 مستعمرة من أكثر من جهة، يعني الرومانيين وحين اليهود عانوا من الحروب والضغوطات. الله يصبرهم ويعينهم. بس هاي ماي فريند، just wanted to interrupt you. Yes, good. We ruined your video, we're sorry. Yeah, yeah, it's cool, it's cool. So why do you like to rain on my parade? Because I like to, that's shaking why. My صاحب الشوارب الكبيرة والابتسامة العريضة، أشهر مقدم كنافة في العالم، ويقال أنها ألذ كنافة في فلسطين كلها. ينفع نيجي نابلس وما نتذوق الكنافة؟ طبعا نحن الحين سايرين نجرب أصل الكنافة النابلسية لأنها من نابلس. يوسف yes. تحب الكنافة أنتو؟ من موت بالكنافة. أنا مجرب الكنافة في بعض المناطق، يقول الأصل والفصل هنا. نأخذك عند الأقصى، هو بيحكي معك كمان. يعني إحنا كنافتنا صراحة من أنا الإكسبرينس تبعتي وإني جربت يعني أكثر من مكان فعليا هون أسكى كنافة. هلا أنا مش كثير كثير بحبها بس يعني باكلها، بس هون أسكى أشياء. وأنت؟ مثلها. مثلها؟ بس بحبها. أنا بجرب اليوم لأني جربت من القدس وجربت من الخليل وجربت في دمشق وجربت في الأردن. فاليوم الناس تقول حلوه 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 الاصل هنا، فبنشوف. ليتس جو عند ابو شنب. شو اسمه؟ الاقصى. الاقصى حلويات الاقصى. يلا. طبعا نحن في المكان اللي يسوون فيه الحين النابلسيه، الكنافه المشهوره، اشهر كنافه في نابلس والعالم كله هنا يسوونها. هذه هي جبنه. وبعدين شو تحط؟ لا خلاص هيك تمام. اول شيء سمنه، بعدين عجينه، بعدين جبنه. سمنه عجينه وجبنه. هلا لما بستوي الصدر بنحط على النار. ايوه يصير بهذا الشكل جاهز. استوى تمام. هلا بعدين تقلبونها. ايوه هلا كيف بدنا نقلبه؟ تعال فرجيك كيف نقلبه. ايوه هاي الصدر هيك بكون. هذا جاهز مستوي تمام. نمسك الصدر نرفعه هيك. اوف الله، هذا كان فيها كنافه. ايوه بس جافة. هاي جافة، شو بتحطهم بعدين؟ سكر. أيوة بالله ضبط لي إياها. هاي تمام. هلا هيك صار الكنافة جاهزة. طب ليش سمون الكنافة النابلسية في أكثر الدول؟ ليه؟ هلا أفهمك شغلة. هي في الكنافة في الأصل هي كنافة نابلسية. نعم تمام. هاي بسموها الكنافة الناعمة، هي ما اسمها كنافة ناعمة، هي اسمها كنافة نابلسية. أيوة. وفي كنافة كمان إسطنبولية شغل تركية، اللي بتختلف انه هاي العجينه تبعتها ناعمه وهذيك العجينه خشنه. أيوة. تمام. نعم. هلا ليش كنافه انشهرت بنابلس؟ كل مكوناتها محليه الصنوع، يعني الطحين، الزيوت اللي هي السمنه اللي عندنا. تمام.
بالاضافه للجبنه واللي هي اللي بتميز اكثر شيء هي الكنافه تبعت نابلس. عن كل الناس جايين هنا ياكلون الكنافه المشهوره عند الحجي. اسمك الكريم ابو حمدي. ابو حمدي حياك الله. اهلا وسهلا. نابلس فلسطين. فلسطين حلويات الاقصى. ما شاء الله حلويات الاقصى القديمه. ما شاء الله والنعم فيك. هذا الحين اذا خلصت بتضيف عليه واحده ثانيه ولا ولا ما شاء الله. كم صار لك؟ 6 سنوات؟ شو 60. ما شاء الله والنعم فيك. طبعا هذه الكنافه اللي انا بخاطر اجربها من زمان النابلسيه. ايوه حبيبي. يا الله كيف عفوا. طيبة طيبة والله. نعم يلا. Good. Really good. Yeah. ايوه. I haven't had it in ages by the way. زمان زمان. يعني انا هيني بنت البلد وما يدوب. شكرا كثير. ها من وين؟ كل خلاص تحب الكنافه ولا اذا ما احنا على الكنافه. ما شاء الله طيب ليه هون حتى هذا هو فيديو. انتوا من نابلس؟ ما تسبعوا منها هذه؟ لا لا فطور عشاء غدا عادي كله كنافه. فطور عشاء غدا والله ما شاء الله نعم. ليش ما بياكل؟ اكل كثير زين. ما شاء الله يلا نشرف فيكم. تمام. في العادة تيجين هني؟ يا وي دو كثير نيجي لانه بنحبها يعني هيك الجو حلو بيكون والفيو كمان حلو وعلى جميل جدا. هلا انت بس تستنى غروب الشمس كثير حلو كثير كثير كثير. ايوه هذا هو البرج معروف عندنا انه اسمه برج رفيديا وهو لايك اطول برج هير وحيكون الجهه اللي خلينا نحكي الحديثه من المدينه. ايوه واللي انه تطورت وكبرت فيها المدينه هيك لفوق فوق فوق. هون الفيو عندنا هذا الجبل الثاني هذا الجبل الجنوبي. احنا بالجبل الشمالي. هذا الجبل الجنوبي نحن في الجبل الشمالي هذاك الجبل الجنوبي. يس هذا اسمه جبل عبال. هذاك جبل جرزيم. ونابلس كلها تتكون من جبلين صح؟ يس وما بينهما. في كل مدينة جديدة أزورها في فلسطين أتفاجأ بجمال هذا البلد وجمال شعبه وطيبة قلبه رغم كل الظروف رغم كل هذا الظلم عليه. ولا يسعني إلا أن أقول فلسطين بعدها بخير ما دام هذا الشعب موجود. فاصبروا فالنصر قريب إن شاء الله.